اهلا وسهلا متابعي صفحه سين. النهارده معاكم فوكاله البلح، هنعمل معاكم جوله نعرفكم اسعار الهدوم الشتويه، وده بعد ما شهدت اسعار بعد ما شهدت ارتفاع كبير في الاسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار. طبعا الاسعار زي ما حضراتكم شايفينها، طبعا يعني في حدود مثلا من 200 ل 250 ل 300، لكن اللي هيكلمنا اكتر على الاسعار الشتوي وعن انه هي ليه ارتفعت بالشكل ده عم صيام. ازيك عم صيام؟ السلام عليكم. كلمنا بقى عن الاسعار بتاعت الشتوي السنه دي، اسعار الملابس. الاسعار السنه دي غاليه قوي. غاليه قوي الاسعار الشتوي السنه دي، خد بالك. بالنسبه للشغل الجديد بيبقى اسعاره عاليه قوي. تمام، ليه بقى الاسعار غاليه السنه دي؟ لان بسبب الدرج. بسبب الدرج. الدرج النهارده 39 جنيه 40 جنيه كمان. انت عارف الشغلانات اللي بنجيبها بالعمله الصعبه. واخد بالك، السنة اللي فاتت كان الأسعار رخيصة شوية، واخد بالك، كان الدولار ساعتها ب 18 جنيه. 18 جنيه. أنتوا إيه أبرز الدول اللي بتجيبوا منها الهدوم؟ بلجيكا، هولندا، الصين، إيطاليا، فرنسا. دول اللي بتجيبوا منها، أنتوا بتجي لكم في بورسعيد وبتروحوا أنتوا تشتروا؟ إحنا في تجارة بورسعيد بيسافروا أوروبا، الدول اللي أنا قلت لك عليها الصين وبلجيكا وهولندا. بيجيبوهم من هناك، وبعد كده بيودوهم بورسعيد، بنروح احنا بنشتري من بورسعيد. بتشتروا اطفالي وحريمي ورجالي، ولا بتبقى مثلا كل حاجه مع بعضها؟ لا، كل صنف لوحده، يعني الاطفال صنف لوحده، الحريم صنف لوحده، الرجال صنف لوحده. انهي اغلى في الثلاثه؟ لا، على حسب نوع الشغل. في سحبه، في دي انواع انواع البلات. انواع البلات في سحبه، في من واحد في كريم، في سوبر كريم، كل حاجه لها سعر. كل حاجه لها سعر. كل حاجه لها سعر. اغلى حاجه اللي هي السوبر كريم تقريبا. اغلى حاجه السوبر كريم، والاغلى منه حاجه اسمها ستيكات، بتجيب ايه في التيكت بتاعها بورقها، كله جديد في الجديد. اللي هي ستوك. ايوه، 900 جنيه كيلو، بس كله بالتيكت بتاعه، كله بيبقى بواقي محلات اوروبيه، حاجه كلها بالتيكت بتاعها، كلها ماركات، وبتبقى كلها يعني. تمام جدا. بالنسبه للاسعار، لو عايزين نشوف معاك الاسعار، اسعار مثلا الهدوم، الهدوم دي ايه مثلا؟ يعني عندي اطفال انا كل حاجه ليها سعر. بالك عندي كده ب 150 جنيه في ده. السعر الخارجي كنا بنبيعه ب 100 جنيه. ماشي، في كده مثلا شفت اطفال بالك عامل 300 جنيه، ثم بنبيعهم ب 150 170 جنيه. السعر الخارجي ده السنة اللي فاتت كان ب 150. جنيه. 300. على طول. واخد بالك؟ دلوقتي السنة برضه ايه؟ الدولار لما وصل 40 جنيه. تمام، بالنسبة لل بالنسبة للرجالي حاجة زي كده، واخد بالك؟ الرجل بيبيعها ب 300 جنيه، السنة اللي فاتت كان بيبيعها ب 120 130. الغرفة الرجالي. واخد بالك سيادتك؟ هنا ده القميص الشتوي. ده القميص الشتوي ده. اللي هو الصوف والكبرتين والجينز والكرات والكلام ده كله. خد بالك، في حاجات جينز زي كده، خد بالك، وكرات زي كده، خد بالك، خد بالك. الحاجات دي عامله كام؟ الحاجات دي كام مثلا على حسب حال الحته. يعني 50 300. يعني مثلا القميص الازرق ده. القميص الازرق ده يعمل مثلا ده، بص على الماركه، ده 50 جنيه، خد بالك، القميص الخفيف ده. تمام. بالنسبه للاقبال الناس، بالنسبه للاسعار، بالنسبه للاقبال ضعيف جدا، بالك، بالنسبه عشان بالنسبه للاسعار اول الموسم تبقى الحاجه غاليه. يعني زي اليومين دول السنه اللي فاتت كان في اقبال شديد على الملابس، واخد بالك، لان احنا في الوكاله هنا بينزل لها زبون من انحاء جمهوريه مصر العربيه. في الوكاله. في الوكاله. هل الاسعار بتاعت الوكاله اللي بيشتري والمعوش برضو بيشتري، يعني الغني والفقير ما بقاش يستغنى عن الوكاله. اللي بيلبس حاجه نظيفه وحاجه في نفس الوقت سعرها حنين، واخد بالك، وحاجه مستورده وحاجه تقفيل وخامه، واخد بالك، وحاجه يعني جاكيت زي كده، واخد بالك، عشان يروح يجيبه مثلا جديد، واخد بالك، ده يعدي ال 4000 جنيه الجاكيت ده ماركه. واخد بالك سيادتك، احنا بنبيعه بكام دلوقتي؟
800 ده جديد مفيش منه في المحلات. ولو في المحل بكام؟ لو في المحل يعمل 4000 جنيه لو موجود في المحل. بس سيادتك بس مش هتلاقيه في المحل. لو انت لقيته في المحل هتلاقيه مش اقل من 4000 جنيه. بس سيادتك احنا بنبيعه هناك 800 جنيه الجاكيت. 800 والسنه اللي فاتت كنا بنبيعه 500. بالنسبه كمان للحريمي عندك؟ الحريمي في شركه حريمي هنا واخد بالك، ده بيبقى عامل 250 وفي منه 200 وفي منه 300 اللي بيبقى تمام لاسع. واخد بال سيادتك وفي الجوازي دي بلدي حريمي طويلة واخد بال سيادتك، احنا هنا بنبيعهم مثلا 700 جنيه جاكيت حريمي تفتحه كده تتفرج عليه من جوه هو احسن من بره. ده شغل كريم. هشوف الكريم ده الكريم بتاعه بيبقى عامل 550 جنيه. 550 بس سوبر كريم عامل 550 جنيه جاكيت جوه بس هو انضف من بره. واخد بالك احنا بنبيعه 750 جنيه. تمام. وفي بقى فرق حريمي اللي هو فرق حريمي زي كده ده الاشتغل ماشي ده فرق طبيعي. كل ده فرق طبيعي ده في الصناعة كل ده طبيعي. واخد بالك زيك فرق طبيعي زي كده بيعدي 9000 جنيه. احنا بنبيعه هنا 800 جنيه. 800 جنيه ايوه ده فرق طبيعي يعني هو احلى من بره. واخد بالك من ده شغل كريم. ده شغل كريم الكيلو بتاعه ب 350 جنيه. السنه اللي فاتت كنا بنبيع الفريل الحريمي ده ب 500 جنيه. ب 500 جنيه. 500 جنيه السنه اللي فاتت كنا بنكسب فيه احسن من بنكسب فيه دلوقتي، احسن من بنبيعه ب 800 جنيه وكنا بنكسب فيه احسن من بنكسب فيه دلوقتي.